الفيروسات اللي بتنفكت البكتيريا يسموها بكتيريا الفيروسات.
لك كتر خيرك، ألف شكر لحد كده. يلا موتي موتي، دي ماتت. يقوم اللفظ التاني اللي يسموه، وده اللي انا هستعمله طول المحاضره، يسموه البكتيريال فيروسز، وده اللفظ الاكثر شيوعا، يقولوا عليه بكتيريوفيجز. كلمه فيج يعني ياكل، يعني كانهم يصوروا او يشبهوا هذه الفيروسات انها اكله البكتيريا. فهمتوني ازاي؟ اكله زي اكل لحوم البشر. عندنا البكتيريوفيج اكلي البكتيريا. حلو الكلام لحد دلوقتي؟ تمام. تعالوا بقى ندرس، تبين عليها هتبقى حبيبتنا وصاحبتنا. تعالوا نشوف نعرف عنها ايه كمان كمان. شكلها مميزي. زي ما حضراتكم شايفين هي عباره عن هيد، راس اهي. الراس الهيد دي معموله من بروتين. البروتين عبارة اسمه الآخر كابسيد. هذا البروتين كروت معمول ليه؟ مش لشيء غير للمحافظة على ما يحتويه. وبيحتوي ايه جوه بقى؟ النيوكليك أسيد. زي كده لما كل أي حد فينا مثلا فور إكزامبل الفلاشة بتاعتنا، الفلاشة بتاعتنا فيها فاليبل انفورميشن، ما ينفعش أمشي سايباها مكشوفة كده، لازم أعملها إيه؟ أغطيها. السي دي دايما السي دي تلاقيه محطوط فيا دكاتره في ظرف صح او في علبه، ليه؟ عشان في فاليبل انفورميشن وخايفه. بس برضه ربنا سبحانه وتعالى الدي ان ايه، او ممكن يكون ساعات النيكليك اسيد بتاع الفيج معمول من ار ان ايه، الدي ان ايه او الار ان ايه بتاع البكتيريوفيج مش هيتساب للعرق كده، فربنا سبحانه وتعالى هيغلفه بالبروتين كوت بهذا المنظر اسمه كابس. حلو الكلام؟ طيب بعد كده في ايه؟ شايفين ايه في الصوره معايا؟ يلا بص، في بتاع طويل كده اسمه بروتين كوت. هذا البروتين كوت يقول لك في الكتاب معمول من ايه؟ هولو كور. هولو كور يعني اسطوانه او انبوبه مفرغه من الداخل، ولهذا حبيت احط لكم الرسمه دي. بصوا معايا الرسمه عامله ازاي؟ تيوب فاضيه all the way، وهنعرف ليه. Alright، يبقى we have a tail، we have a head، جواها nucleic acid، we have a tail، التيل يتميز ان هو ايه؟ فاضي من جوه. هذا التيل مش بس فاضي من جوه، لا ومتحوط داير ما يدور بقى contractile sheath. عامل زي السوسته. شايفين الرينجز دي؟ اهي. داير ما يدور كونتراكتايل شيث عامله زي السوسته. ده كل ده احنا بنتكلم على شكل البكتيريوفيج اللي هو الفيروس اللي بياكل البكتيريا. طيب في النهايه حضراتكم هتلاقوا ان التيل بينتهي ما يسمى ببيس بليت، وخارج من التيل تيل فايبرز. ده ببساطه جدا المورفولوجي اوف ذا بكتيريوفيج. اند أعلى الصورة هناك كده منظرها صدق أو لا تصدق بحق وحقيقي تحت الميكروسكوب الإلكتروني. بصوا المنظر، آدي الهيد طبعا مش باين جواها نيوكليك أسيد، آدي التيل وطالع التيل فايبرز. تابعين معايا؟ أوكي. دلوقتي إحنا اتعرفنا على شكلها، ناقص نعرف إزاي بتعملها. البكتيريا ازاي بتتكاثر؟ تعالوا نشوف بتعمل التكاثر بتاعها ازاي. دلوقتي علشان تتكاثر البكتيريوفيج هي بتبص للبكتيريا وتقول والله انا همشي في سكه من سكتين، either or. يا همشي في سكه اسمها the lytic cycle، يا همشي في سكه اسمها the lysogenic cycle. يبقى انا بكتيريوفيج. يعني البكتيريا ايه؟ I'm going to infect a particular bacteria. طبعا ما هتدخلي حضرتك هتريبليكيت باني سيستم. والله بقى في some of us some bacteriophage يدخلوا ناويين على اللايتنج، و some of us يدخلوا ناويين على اللايسوجينيك. Let's start by the lighting. دايما احب الطالب دايما هو بيذاكر، انا بكلم الطالب طب زي متفوق المفروض، فاحبه وهو بيذاكر مش هتقول حفظ حفظ حفظ، ممكن كله sometimes يبقى common sense عشان انا
الكوكا دي هيصبح ان البكتيريا هيحصل لها لايسس، يعني اخر القصه البكتيريا دي is going to die وهيحصل release of many 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 newly formed phages. phages هو باختصار البكتيريوفيج، الدلح زياده. يعني هنا اسمها بكتيريوفيج ونقولها فيج، زي ما كل واحد فينا له اسم الدلع كده، هم عندهم برضه بيدلعوا. طيب تعالوا بقى نشوف ايه خطوات اللايتنج سايكل. اول خطوه يا دكاتره علشان نفهمها مع بعض، فاكرين التيل فايبرز اللي جبت لكم سيرتها من شويه؟ فاكرين التيل فايبرز اللي جبنا سيرتها من شويه؟ خليكم فاكرينها عشان هتلعب دور مهم جدا دلوقتي. اول خطوه في اللايتنج سايكل يا دكاتره is known as absorption. عشان نفهمها همثلها لكم بحاجه. هنفترض انه احنا ماشيين في الدم، اي سائل في الدم، في البلد، في الليمف، اي سائل، اوكي؟ والدنيا زحمه، في بكتيريا كتير وفي بكتيريوفيجز كمان كتير. اي حد فينا، يعني احنا دلوقتي لو المحاضره خلصت كلنا نيجي نخرج من المدرج، هيحصل ايه؟ هيحصل تزاحم وكشري، واحد هيدي واحد كتف، و و و اهي نفس القصه كده. هي القصه بتبتدي في اللايتنج سايكل او في الانفكشن بالفيروسز ان جنرال على طول، بتبقى عباره عن ما نسميه راندوم كوليجن، اصطدام عشوائي مش مع سبق الاصرار والترشح. بمعنى زحمه، بكتيريا ماشيه في السكه اهي، انا بكتيريوفيج ماشيه كده لا بيا ولا عليا، اديت كتف للبكتيريا الفلانيه. لما اديت كتف للبكتيريا الفلانيه دي، هنا بقى لو انا التين فايبرز بتاعتي شايله سبيسيفيك ريسبتورز، شايله سبيسيفيك ريسبتورز كومبلمنتري، يعني متطابقة مع الريسبتورز اللي موجودة على البكتيريا السام، ساعتها الخطة بتاعت الكتف دي هتكمل وتستمر ويحصل الالتحام أو ما يسمى بالأبسوربشن. لكن لو أنا بكتيريوفيج خبطت كتف مع البكتيريا، بس أنا التين فايبرز بتاعتي مش كومبلمنتري لأي ريسبتور عندها، أقول أنا آسفة إكسكيوز مي وأكمل في سكتي وأمشي. فهمت القصه ماشي ازاي؟ يبقى هي دي البدايه. ولهذا تجد يكتب لك في كتابك جمله مهمه، كاتب لك يقول لك ايه؟ Specificity determines susceptibility of bacteria to different phages. نعم. هتلاقيه يقصد يقول not any bacteriophage infects any bacteria بالبلدي. مش اي بكتيريوفيج بينفكت اي بكتيريا، الموضوع is very specific. فاهمين يا دكاتره؟ دي اول نقطه عشان نبتدي نفهم مع بعض الحدوته، الموضوع سبحان الله specific الى ابعد ما تتخيل. طيب يبقى اول خطوه كانت ايه؟ مين صحي معايا؟ ها؟ absorption. عملتي بعض كتف وعملنا absorption. طيب خلاص لزقنا في بعض وحصل الالتحام، هنعمل ايه بعد كده؟ الخطوة التالية اسمها يا دكاترة penetration. penetration يعني ايه بقى؟ يعني فاكرين التيل؟ قلت لكم التيل ده كان متحول بايه؟ مين فاكر؟ contractile sheet، عامل زي السوستة. هذه السوستة تعمل ايه؟ squeezing، تنكمش. طب التيل ده من جوه كان فاضي ولا كان مليان؟ كان فاضي، كان فارغ. يصبح ايه؟ الشيت هيكونتراكت، والماده هي ما هي الا النيوكليك اسيد اللي موجود في الهيد، هيعدي في الهولو كور وينزل جوه البكتيريا سيل، ويفضل مين بره؟ الهيد. ودي انا مش عايزه، خلاص انا حققت المراد، خلاص انا دخلت الدي ان ايه او الار ان ايه، وهو ده اللي انا عايزه، فهو ده اللي حصل. عامل بالظبط زي ما الواحد بيدي حد انجكشن، فاهماني ازاي؟ اهي بصوا حطينا جوه انجكشن، بيحصل ايه؟ بيبقى في ماده جوه السيرنج، فبيحصل ايه؟ انت لما بتدوس بيطلع. هو ده بالظبط اللي حصل. ودي صوره برضه ثانيه من الميكروسكوب الالكتروني مبينه لك، ادي البكتيريوفيج لما عمل لاندنج على
تبقى ايه؟ نيوتريشن. فاتني بال حضرتك هما الكلام ده كله عرفوه منين؟ هما ما كانوش قاعدين يتخيلوا كل ده متسجل صوت وصوره بالالكترو مايكروسكوب، شافوا كل حاجه تمام؟ حلو، ايه اللي هيحصل كده؟ اللي هيحصل بعد كده يا دكاتره انه العلماء اتفضلوا لاحظوا انه في فتره اسمها ذا اكليبس بيريود. عارفين الاكليبس؟ يقول لك سولار اكليبس، الشمس يحصل لها كسوف وكسوف القمر. هو الشمس لما يحصل لها كسوف الشمس، انا عارفه انها موجوده، فاهماني ازاي؟ كل يوم الحمد لله رب العالمين موجوده، لكن ايه فجاه ايه اللي حصل؟ اتس نوت ذير اني مور، بس انا عارفه انها موجوده عشان كده هو ده اللي حصل. انا متاكد صحيح العلماء يقولوا كده، احنا شفتها بعينيا وهي داخله، خير اللهم اجعله خير، راحت فين؟ فسموا المرحله دي اكليبس، بتتراوح ما بين دقائق لساعات مش شايفها خالص. راح فين الفيروس؟ راح فين الدي ان ايه؟ وي دونت نو. لقوا ايه اللي بيحصل بقى؟ يعني ريتروجريد، عارف لما يبقى في احداث حصلت وبعدين تكتشف بعد كده اه ده كذا حصل عشان كذا وكذا. هم بقى بيحكوا لنا بقى ايه اللي حصل في الفتره الغامضه دي؟ ده اللي حصل في الفتره الغامضه دي ايه يا دكاتره؟ انه الفيرال نيوكليك اسيد. مين الفيروس؟ وانا بتكلم عن فيروس النهارده؟ برافو عليكم والله، ما انا متاكد انه صحيح. ان الفيرال نيوكليك اسيد اللي هو الفيج نيوكليك اسيد، اول ما دخل الخليه عمل ايه؟ بص البكتيريا كده قال لها بص يا ستي خلاص انا بقيت الحاكم الامر الناهي، انت دلوقتي تحت امري انا، بطلي تشتغلي لنفسك، انسي خلاص، ما بقاش في ترانسكريبشن ليكي، ما بقاش في ترانسليشن ليكي، انت هتسمعي كلامي انا. هيعمل ايه الدكاتره يعني؟ inhibition of the protein synthesis of the bacterial cell. ليه؟ لانه هيعمل degradation of the bacterial chromosome. راح قطعها حتت، وابتدى يسخر مين؟ ابتدى يسخر الانزيمز اللي موجوده في البكتيريا انها تعمل له هو ايه يا دكاتره؟ ترانسكريبشن وترانسليشن عشان يصنع حاجته هو، ما يسمى بيه انتراسيلر سينثيسيس. رايت؟ يبقى احنا بنتكلم في الريبليكيشن بتاع البكتيريوفيج اللي بيمالتبلاي باي تو ويز، لايتنج او لايسوجينيك. احنا بدانا باللايتنج، اللايتنج عباره عن كذا خطوه، اول خطوه هي الابسوربشن، ثاني خطوه كانت بنتريشن، ثالث خطوه كانت اكليبس. انا مش شايف حاجه في الاكليبس. في عندنا خطوه اسمها ايه؟ انتراسيلولر سينثيسيس، يتكون عندي جوه الخليه بص المنظر، تصبح البكتيريا ذات كانها مصنع، مصنع للفيروس. بصوا كانت بتعمل ايه؟ كذا هيد وكذا تيل وفي نيوكليك اسيد، شايفين المنظر عامل ازاي؟ ماني 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 كوبيز بس مفرطين، زي مصنع العربيات كده لما تدخله وتلاقي مصنع العربيات فيه كنب على ناحيه وكراسي على ناحيه، فاهمين ازاي؟ القصه كده، هي ده بالظبط اللي احنا بنتكلم عنه. اورايت؟ طب مصنع العربيات بعد ما بيصنع الحاجات دي separate components المفروض هيعمل فيها ايه؟ ها؟ تجميع بقى، نفس القصة. يبقى الخطوة اللي جاية شكلها بقول لك أنا مش عايز طالب طب يقعد يحفظ، it comes with common sense فاهم؟ خلاص، يبقى الخطوة اللي تليها هتصبح assembly. assembly هنجمع أهو، بصوا مش دي الخطوة اللي إحنا كنا في الأول intracellular synthesis أهي شايفين؟ أهو intracellular synthesis، هنعمل إيه بقى؟ هنجمع. هنجمع يعني نعمل إيه؟ يعني كل هيد تروح واخدة جواها إيه دكاترة؟ نيوكليك أسيد، وتمسك فيها تشرب فيها ايه؟ تيل، وفي التيل نمسك في ايه؟ فايبرز، وهكذا. عملنا هاندردز اوف بكتيريوفيجز. تمام كده يا دكاتره؟ طيب خلصت المرحله دي. طب ايه؟ احنا بقينا 100، هنفضل قاعدين محبوسين في المورفه دي بقى ولا نعمل ايه بقى؟ كفايه كده مش هي خلصت وظيفتها؟ يلا كتر خيرك بقى، نعمل فيها ايه؟ ريليس، نعمل لها هي لايسنس. رايت؟ يبقى هننطلق، هنخرج من هذه البكتيريا اللي ادت الوظيفه بتاعتها على ايوه خلاص، هنطلع من البكتيريا سيل وول عن طريق لايسنس اوف ذا بكتيريا سيل وول، وطلع مئات
الفيج. تفتكروا بياكلوا بكتيريا الفيج يعملوا ايه بقى؟ تصنع اورتي. يفضلوا ماشيين في السكه يلاقوا واحد يخبطوا كتف وقال حد فاهم حاجه؟ نتكلم في الايه؟ replication of the bacteriophage by the lytic cycle. وعرفنا الخطوات بتاعتها ولو حبينا نراجعهم مع بعضهم. واحد absorption، اثنين penetration، في هنا eclipse بيحصل فيها intracellular synthesis ثم يحصل assembly and finally there is the release. تابعين معي؟ حلو قوي كده. فاكرين اللي فيكم صاحي في النص كده وانا بتكلم قلت لكم في مرحله الاكليبس النيوكليك اسيد بتاع البكتيريوفاج دخل على البكتيريا قال لها ايه؟ فاكرين؟ انا بقيت الامر الناهي، انا هكسر البكتيريا دي من ايه بتاعتك عشان ما تعمليش اي حاجه والانزيمز يشتغلوا لي انا. فاكرين القصه دي؟ اهي بصوا بقى ايه اللي هيحصل. ما هو ده يا حرام، ده الاخضر ده البكتيريا دي ان ايه؟ بصوا قطعته ازاي حتت حتت حتت. حلو الكلام؟ طيب قطعته حتت حتت ومش مشكله وكونت كوبيز كتيره. في نقطه بقى عايزه انبه حضراتكم ايه؟ في فرق مرحله الاسامبلي، ايه الاسامبلي دي؟ مثال تجميع. في مرحله الاسامبلي كل هات بتاخد جواها ايه؟ نيوكليك اسيد. بس النيوكليك اسيد ده لا الهيد لها عينين بتشوف ولا النيوكليك اسيد له عينين بيشوفوا. الموضوع عباره عن ايه؟ بالوزن. الهيد دي عارفه انها بتاخد حجم النيوكليك اسيد وزنه معين، حجمه معين، متابعين معايا؟ فيحصل ساعات بالغلط، عارفين لما يقول لك المصنع طلع فرز تاني وفرز تالت او كده برضه، يحصل ساعات بالغلط ان ون اوف ذا هيدز تعمل ايه؟ ما تشوفش، تلاقي حته من ال دي ان ايه بتاعه البكتيريا في نفس حجم الدي ان ايه بتاع البكتيريا وفيش تروح واخداها. بدل ما خدت مين؟ مين صاحي معايا؟ بدل ما اخدتها الفيرال دي ان ايه راحت واخده البكتيريا دي ان ايه. يسموا الموضوع ده يا دكاتره جنراليز ترانسدكشن. What is generalized transduction؟ بداية القول. Transduction كلفظ يعني انتقال جينات بتاعة بكتيريا من one bacteria to another bacteria بواسطة مين؟ مين صاحي معايا؟ البكتيريوفيج. يبقى عشان تبقى أي حاجة. What is transduction؟ Transduction هو a transfer of bacteria. DNA من بكتيريا إلى بكتيريا. من الوسيط؟ من البيبين؟ البكتيريوفيج. سموها هنا generalized. سموها generalized ليه؟ أولاً دي غلطة ومش مقصودة، يعني إذا الهيد دي ممكن تاخد أي سيكونس أوف ذا بكتيريال دي إن إيه، مش حتة معينة، مش ترتيب معين للسيكونس أوف ذا دي إن إيه. فاهمين أنا عايز أقول إيه؟ ولهذا تسمى generalized. عشان كده أنا بحب اللفظ ده، هو حقيقي مش موجود في كتابكم ومش المفروض تقولوه لأنه مهيأ، بس أنا أحب دايماً إن الطالب يفهم إن الموضوع ما كانش مقصود. هي. It was a mistake that the bacterial DNA fragment دخلت في الفيج هيد، وبالتالي الهيد عملت انتقال للبكتيريال DNA من بكتيريا للتانية. تعالوا نشوف شكلها عامل ازاي. بصوا معايا. ادي ما اعرفش الصوره هتبقى واضحه لحضراتكم ولا لا. ادي بدايه القصه، ادي البكتيريوفيج، البكتيريوفيج لما دخل لونه، خلوا بالكم النيوكليك اسيد بتاعه لونه بامبا. البكتيريا الدي ان ايه لونها على ازرق. بصوا كسرتها ازاي؟ رايت؟ هيحصل ايه بعد كده؟ هيحصل هنا جنرايز ترانسدكشن، فتيجي one of the bacteriophages شايله حته بنفسجي او حته زرقاء وهتروح رايحه وتنفكت بكتيريا سيل جديده ويدخل الدي ان ايه بتاع البكتيريا سيل الاولانيه للبكتيريا سيل الجديده ويندمج مع الدي ان ايه بتاعتها. This is what's known as generalized transduction. عباره عن انتقال. I repeat, any sequence of DNA، اي حته
مش عايزاك تتلخبط. اهي مرة تانية، بصوا معايا اهو، ادي البكتيريوفيج دخل كسر الدي ان ايه one of the phages، بس الالوان مش حلوة قوي معلش. فاهي one of the phages ديت شايلة الدي ان ايه بتاع البكتيريا، تدخل تنفكت البكتيريا الجديدة والدي ان ايه بتاع البكتيريا الأولية يندمج مع الدي ان ايه بتاع البكتيريا الجديدة. اوكي؟ احنا كنا بنتكلم في ايه؟ احنا كنا بنتكلم في replication of bacteriophages، وقلنا في عندنا كام سكة؟ اثنين. خلصنا أول طريقة اللي هي اللايتنج، اللي هي مكسوية بوفاة البكتيريا وريليس اوف ماني ماني bacteriophages، واكتشفنا إن ممكن يحصل خطأ. اسمه إيه الخطأ اللي ساعات ممكن يحصل؟ جيرمالايز ترانسدكشن. حلو الكلام؟ أدير يا دكاترة في سكة تانية ممكن البكتيريوفيج يريبليكيت بيها جوه البكتيريا. السكة التانية دي اسمها ايه؟ The lysogenic cycle، وتعالوا نشوف حكايتها. اللايسوجينيك cycle، كلمة lysogenic لو you look it up in جوجل هتلاقيه يقول لك مستذيب. أنا فهمت الأولانية لما تقول لي الثانية. إيه المستذيب دي؟ أتاري المستذيب بقى لما هتفهم الموضوع. مستذيب دي يعني إيه؟ يعني داموا في بعض، حصل integration together، حصل merging together. اللفظ الآخر للايسوجينيك سايكل مكتوب في كتابكم The Temperate Cycle. Temperate كتاب جوجل هتلاقيها معتدل. اصل اللي بيعمل اللايتنج سايكل ده ايه رايك؟ ده طيب ولا شرير؟ بالنسبه للبكتيريا طبعا ده شرير قوي يا عم، ايه ده؟ ده داخل كده كله ضرب ضرب وهيخلص عليا. لا التاني ده جميل كده وظريف ولطيف معتدل. فاهمين ازاي؟ ليه بقى معتدل؟ اصله داخل البكتيريا، واول ما دخل بس كده وقال لا خلينا طيبين احسن، احنا هنعمل attachment او absorption، هنعمل penetration، بس بعد ما عملنا ال penetration لا مش هنعمل بقى synthesis ونعمل hundreds of copies، احنا طيبين وبنرضى بقليلنا. يعني حضرتك بترضى بقليلك هتعمل ايه؟ انا ناوي حضراتكم ان انا ابقى انتجريتد. شايفين اهو ادي الدي ان ايه بتاع البكتيريوفيج دخل، قال لك ايه؟ البكتيريا دي مش بتتكاثر، مش بتخاف انها تتكاثر. تتكاثر بايه دي يا دكاتره؟ مين فاكر؟ ريبليكيشن هايلي. والواحده بتبقى اتنين في 10 دقايق. انت مع البشر، انت مع الفيروس ده. خلاص احنا هندخل ونعمل ايه؟ انتجريشن. انا الدي ان ايه بتاعتي انا البكتيريوفيج هفتح وادخل وابقى سمنه على عسل معاهم، وكل مره يتكاثروا وتكاثروا. مش بنتكاثر سوا ولا ايه؟ حلو قليل بس من رضي بنين ربنا يزيد. هي كده القصه. يبقى القصه عباره عن ان اللايسوجينيك سايكل عباره عن اهي the phage DNA becomes integrated. وخلي بالك بقى معايا من الكلمه اللي جايه a specific section of the bacterial chromosome. كل كلمه لها معنى، الكلام هنا مكتوب بقصد. تعالوا نفتكر تاني. هو البكتيريوفيج لما بيصيب البكتيريا بيحصل عشوائي ولا بيحصل الاول الخطه بتبقى عشوائيه لكن الابسوربشن بيبقى ايه؟ سبيسيفيك. يعني اذا ربنا سبحانه وتعالى خالق هذا البكتيريوفيج عشان ينفكت مين؟ هذه البكتيريا. حلو، يبقى البكتيريوفيج ده مبرمج او مصمم للدي ان ايه بتاعتها. ولهذا لما هذا التمبريت فيج المعتدل المستزيد يخش جوه، هو اوريدي جواه مبرمج وعارف السيكونس بتاع الدي ان ايه بتاع البكتيريا، يقوم يقص ويحشر نفسه في حته معينه، عارف انه يمينه وشمينه هيبقوا كومبلمنتري مين للاطراف بتاعته. حد فاهم حاجه في القصه دي؟ خلي بالك عشان كل كلمه هيبقى لها معنى دلوقتي. طيب يبقى الانتجريشن
بقى لبعض الالفاظ اللي تنزل ام سي كيو. ركز معايا. يقول لك ايه؟ يقول لك البكتيريوفاج دي ان ايه لما يدخل جوه الخليه في التمبرت سايكل بسميه بروفاج. يبقى البروفاج اكتب لك كده في الام سي كيو بروفاج ده ايه؟ واقعد احير قلبك كده. البروفاج ده ايه؟ اتس بكتيريوفاج دي ان ايه في التمبرت سايكل. طب والبكتيريا اللي في عين البروفاج يسموها ايه؟ لايسوجينيك بكتيريا. كل دي الفاظ ام سي كيو. لايسوجينيك بكتيريا. تابعين معايا بجد؟ حلو. طيب ايه النتيجه اللي ترتبط على هذا؟ ما النتيجه التي ترتبط على اصابه هذه البكتيريا بهذا البكتيريوفيج؟ لا دي ماما تبقى عيانه. ده هيحصل لها حاجات حلوه قوي كتير. اول حاجه هذه البكتيريا هتصبح عندها مناعه ضد الاصابه من اي بكتيريوفيج تاني. يا حلاوه. ده ايه اللي احنا بنفيه ده؟ خلاص يعني جالي واحد بكتيريوفيج بيتكاثر معايا ماشي هو مش بيزيني خلاص كتر خيره. وكمان هيبقى عندي مناعه ضد الاصابه باي بكتيريوفيج تاني. ده النهارده يومنا جميل صح؟ لا بص بقى الحاجه كمان بالنسبه للبكتيريا مش بالنسبه لنا احنا بقى ايه؟ هو البكتيريوفيج دي ان ايه ده كاتره شايل ايه؟ شايل دي ان ايه؟ يعني شايل ايه؟ مسايل شايل جينز. جينز كودينج فور انزيمز اند بروتينز. يا شباب ربنا بقى ممكن التمبريت فيج ده او البروفيج ده يبقى شنقي الجينات بصفات شريره لينا احنا كبشر. يبقى البكتيريا كانت بنت ناس محترمه كده ومؤدبه اصيبت بالتمبريت فيج اتعلمت بقى الشقاوه وقله الادب وبقت شريره وتعمل امراض. يبقى الحاجه الثانيه ان البكتيريا acquires new properties صفات سيئه لينا. اهي بصوا it can produce او بصوا مثلا هناخد السنه دي بكتيريا معينه ما بحبش نظامي انا ما بحبش الطالب يسمع اسماء البكتيريا من الاول عشان ما يتخضش. هتعرفهم هتعرفهم هتحفظهم اكتر الاسماء بس لسه بدري فانا مش هقول لك دي مين. البكتيريا الفلانيه دي لما بتصاب بالبكتيريوفيج ما كانتش بتطلع قبل كده سموم ما بتطلعش سم. اصيبت بالبكتيريوفيج التمبرت بروفيج بقت بتطلع توكسين وتؤذي البشريه وتعمل امراض وتودي الى وفيات. لا اله الا الله. Alright يسمى الموضوع ده ايه؟ يسموه ايه اللفظ ده بقى عشان الام سي كيو؟ اللفظ ده عباره عن ايه؟ ان انا كنت بنت مؤدبه وبعدين اصبت بالبتاع ده يسموه فيج كونفرجن. فيج كونفرجن او لايسوجينيك كونفرجن. يبقى هذه هي النتائج المترتبه على اصابه البكتيريا بالفيج او اللايسوجينيك فيج. تابعين معايا يا دكاتره؟ حلو. ايه مصير الحدوته؟ يعني خلاص كده احنا الحمد لله بقينا سالنا على العسل مع بعض وكل مره البكتيريا بتمالتبلاي انا ببقى بمالتبلاي معاهم والدنيا حلوه قوي. طب هنفضل كده فور ايفر؟ هي الدنيا بتمشي كده فور ايفر؟ ساعات في ناس بتمشي معاها كده وفي ناس ما بتمشيش صح؟ هما ما بيختلفوش. ازاي؟ يقول لك ان المصير بتاع هذه اللايسوجينيك سايكل واحد من المصائر التالية. نمبر 1 انه يفضلوا كده فور ايفر. كل ما الام تمالتبلاي وتبقى 2 و4 و8 التمبريت فيج برضه او البروفيج سوري البروفيج الاخر عمال يمالتبلاي معاه اهو indefinitely. indefinitely يعني ايه؟ لا نهايه. سبنا على عسل عايشين مع بعض فور ايفر. لافرز حاجه حلوه مش كل مره كده صح؟ ساعات بقى يحصل ايه؟ البروفيج يصحى من النوم. ايه ده؟ انا زهقت. ايه العيشه دي؟ انا همشي. يبقى suddenly البروفيج يصحى وعايز ينفصل detach itself من البكتيريا الكروموزوم. لما يرمي حركه الغدر دي والخيانه ايه اللي يحصل؟ يقلب لي لايتك بعد العمر ده كله.
هنا طيب احنا بنتكلم على الاوتكم او المصير بتاع اللايسوجينيك سايكل. المصير بتاع اللايسوجينيك سايكل يا اما هنعيش مع بعض في تبات نبات فوريفر ايفر، يا اما سادنلي البروفيج يحصل له ستيميوليشن. خلي بالك ده ممكن يحصل في الدنيا، كان الحكايه اللي بتتكلم عليها بتحصل في الدنيا، ممكن يحصل في الدنيا سبونتينيسلي. سبونتينيسلي يعني ايه؟ يعني كده انا غفله مرة واحدة أنا صحيت من النوم قررت أنا عرفت إن العيشة دي واللي عايشة غير أنا ماشي، وهيفك الضفيرة من نفسه ويقلب إلى اللايتنج. طيب إحنا كأطباء وعلماء المستقبل ممكن نعملها في المعمل؟ أه ممكن بتتعمل باي إنجوسر، إحنا ممكن بنعملها بقى لو إحنا هنقعد نلعب في الجينات زي ما إن شاء الله هناخد في آخر محاضرة، بنعملها باي إنجوسر باي يوزنج ألترا فايلت لايت. تعالين معايا دكاترة؟ حلو. ساعات بقى تقروا في الجرايد فيما هو أسوأ من هذا وذاك. إيه بقى أسوأ من هذا وذاك؟ لا. إنه مش بس أنا ماشي أمشي، لا، وتروح تشتكي للبوليس، ده سرق كل هدومي وحاجتي وخد الولاد ومش عارف أشوفه، مش بيحصل كده؟ أهو واقف. وهو جاي ينتاج من البكتيريا الكروموسوم ياخد حتة من صاحي معايا بكتيريا الكروموسوم ويبتدي يعمل لايتنج سايكل، وهو واخد حتة من مين؟ من البكتيريا الكروموسوم، ويعمل لايتنج سايكل ويعمل ويبقى ريليست وينفكت بكتيريا تانية. طب ايه اللي عايز اقول ايه؟ المرة دي لما هينفكت بكتيريا تانية فين؟ نلاقي ايه كمان معاه؟ بكتيريا الكروموسوم حته سبيسيفيك ولا اي حاجه؟ سبيشاليزد ترانسدكشن. فهمتوا القصه؟ يبقى الفرق ما بين الجنرالايز ترانسدكشن والسبيشاليزد ترانسدكشن اللي دي بتحصل في اللايتنج ستيج بتاعت السايكل وبتبقى ميستيك وبتبقى اي حته بختك يبقيت زي ما بيقولوا، لكن الثانيه لا ده انا حاشر نفسي ما بين اي مثلا وجي. انتي حشرت نفسي من انتي، يبقى يوم ما جيت افوت اخدت ايه وحتتين جنبها ورحت ساحبهم معايا. فاهمين ازاي؟ يبقى البروفيج هيبقى اكسايز وياخد معاه ادجيسن جينز من اي من الناحيتين ايذر سايد اوف ذا كروموسوم، ويروح لبكتيريا ثانيه وينقلها الحاجات الجديده بتاعت البكتيريا القديمه. يسموا الموضوع ده سبيشاليزد ترانسدكشن. تابعين معايا دكاتره؟ اوكي. تعالوا اوريكم الصوره دي. ايه الصوره دي؟ الصوره دي بتوري لك الاثنين، بتوري لك بكتيريوفيج بدا لايسوجينيك وبعدين قرر يقلب. اهي بصوا اهي بدات السايكل هكذا ادزوربشن، وبعد ما عمل ادزوربشن عمل بنتريشن، بعد ما عمل بنتريشن عمل ايه؟ انتجريشن. وفضلوا يتكاثروا سوا، وبعدين قيس فجأة قرر الانفصال، لما قرر الانفصال عمل ايه؟ ها؟ قلب ليه؟ لايتنج سايكل، وابتدى يعمل انتراسيلولار سينثيسيس، وبعدين يحصل اسامبلي، وبعدين يحصل ريليس. ده لايتنج لايسوجينيك يقلب لايتنج. طيب وريني يا دكتورة إيمان أشوف سبيشاليزد ترانسدكشن. أهي سبيشاليزد ترانسدكشن. أهي بصوا أنا أهو أنا بروفيج، بروفيج قاعد مع البكتيريا الكروموسوم وكنا حلمين مع بعض أوي، وبعدين قررت إيش فجأة أنا البروفيج دون يسوى، قررت إيش فجأة أنفصل هفك أهو. شايفين لما فك خد إيه؟ خد حتة من البكتيريا الدي إن إيه حتة حمراء، وابتدى يعمل انتراسيلولار سينثيسيس ويصيب بكتيريا تانية، وبعدين لما بيوصفها اهو شايفين بقت في حته زي سودا وحته بامبا وحته بنفسجي واتس نون از ذا سبيشاليزد ترانسدكشن. حد فاهم حاجه؟ ايه بقى استعمالات البكتيريوفيج؟ نستعملها في ايه؟ البكتيريوفيجز بنستعملها استعمالات كثيره، مثلا على سبيل المثال بنستعملها في البيولوجيكال والجينيتك ستاديز. يعني ايه؟ يعني ساعات مثلا معرفتهم انه في بكتيريا
انه الاكل اللي هو بيبقى ريدي ميد، لو تفتح البرطمان كده تاكله، الاكل الريدي ميد ده حط فيه بكتيريوفيج سبيسيفيك لبكتيريا انت عارف ممكن تلوث الطعام. فمين عايز اوصل لايه؟ بحيث لو الطعام اصيب بايه؟ ببكتيريا سبيسيفيك اللي تلوث الطعام، البكتيريوفيج يعمل فيها ايه؟ يموتها ومحدش يجيله فود بويزنج. فمين القصه عامله ازاي؟ يبقى ده بيسموها البيولوجيكال ستاديز، يعني بيفكروا ان هم ازاي يستخدموا، ان اذر ووردز السطرين دول مقصود بيهم ان هم بيفكروا ازاي استغل البكتيريوفيج، مش هم اصحابنا؟ مش هم بيقتلوا العدو بتاعنا؟ يبقى انا بفكر ازاي استغل البكتيريوفيج للقضاء على البكتيريا، سواء في الاكل او بليف ات اور نوت. كان زمان قبل ما الانتيبيوتكس تطلع كانوا بيحاولوا ان هم يعالجوا البشر من البكتيريوفيج، فالانتيبيوتكس طلعت بقت سهله. دلوقتي مع زياده الريزيستنس ومقاومه المضادات الحيويه رجع تاني الناس بتفكر، العلماء بتفكر ان احنا نشتغل بالبكتيريوفيج ونحاول نشتغل بيهم ان هم يعالجوا البكتيريا انفكشنز. ده المقصود من السطرين الاول. السطرين التانيين نمبر 2 ان انا بستغلهم as cloning factors. cloning factors ده اللي هناخده في اخر المحاضره، ان انت بتستغل حته ان هو بي ان هو له هيد، وان الهيد دي بتاخد اي دي ان ايه، مش خلطت وخدت مره البكتيريا دي ان ايه. طيب انا هستغل الفكره دي، ما انت ما بتشوفيش ومش شغاله هتاخدي اي حاجه. طب ما انا ممكن احط جواكي دي ان ايه انا عايز اقطعه احطه جواكي، وبعدين انت تعملي انفكشن للبكتيريا ويكتر يكتر يكتر اللي انا عايزه يكتر، واستغله في الجينيتك انجينيرنج. فاهمين القصه؟ ماشي. ده ناخده بالتفصيل يوم الاثنين اخر محاضره اللي هي اخر فايده للبكتيريوفيج از ذا فيج تايبنج. ركزوا معايا حته صغنطوطه خالص هتاخدوها في البراكتيكال، هتاخدوها في السكشن ان شاء الله، ويمكن في السكشن هتفهموها اكتر، بس انا هحاول ان انا اشرحها لكم دلوقتي علشان انا عارفه الطالب، انا طالبه كنت وعارفه ان انا شخصيا لما الاقي حاجه مش فاهماها في الذات يا عم بلا مذاكره النهارده، ونقفل الكتاب وبلاش مذاكره خالص، صح؟ فعشان ما يحصلش التلكيك ده تعالوا نقول مع بعض ايه الحكايه. الحكاية ببساطة جدا، فاكرين حتة السبيسيفيستي يا دكاترة؟ اوكي. اوكي. ناو القصة ما فيها ان انت بتستغل بتستغل البكتيريوفيج في انك تتأكد من انه البكتيريا الفلانيه دي تتعقبها. انا بستغل، انا بستغل حته ان انا عندي بكتيريوفيج معين بيصيب البكتيريا سبيسيفيك بالريسبتورز في اني انا اعرف اتعقب البكتيريا. هجيب لكم مثال من الدنيا، تلاقي ايه؟ ناس راحوا فرح، بعد الفرح رجعوا كلهم، وبعد شويه جالهم كلهم فود بويزنج، كلهم على المستشفى جاي عندهم فوميتنج فوميتنج ودايريا. احنا عايزين نروح للفندق ده نغرمه وندفعه فلوس قد كده. هو هيقول انا مش السبب، واحنا هنقول لا انت السبب. نقوم نعمل ايه؟ الكلام ده هتاخده بالتفصيل. نقوم ناخد بقايا الاكل اللي كانت في الفندق، وناخد عينات من الفوميتوس او الستولز بتاع الناس اللي جالهم فود بويزنج. هنفترض انه الناس دول دي البكتيريا بتاعتهم، وانه الاكل دي البكتيريا بتاعتهم. ظاهريا رؤى العين تحت الميكروسكوب وكل الادله والبراهين الظاهريه هما الاثنين بتوع بعض، شبه بعض. ايه عريسه مليون جنيه، الفندق هيدينا مليون جنيه عشان جالنا فود بويزن. يوم الفندق يعين واحد محامي شاطر يجيب واحد بتاع مايكرو بيولوجي، يقول له بس احنا هنجيب التايهه. ازاي يا فندم؟ انا هقول لك دلوقتي، احنا هنتاكد هل هي جينيتيكالي ار ذي جينيتيكالي ذا سيم، اند هاو كان يو تيست اف ذي جينيتيكالي ذا سيم. بطرق كثيره من ضمنها نبحث عن ريسبتورز فور ذا سيم بكتيريوفيج. يبقى هنجيب 1 بكتيريوفيج
نفسك عشان ما تدوش مني من اللايتك فيجز. هنجيب اللايتك فيج ونعرضه مره للبكتيريا دي ونعرضه مره ثانيه للبكتيريا دي. لو حصل انه الاثنين اصيبوا بنفس البكتيريوفيج يبقى ايه رايك؟ يبقى هما ولا ذا سيم ولا لا؟ ده ظاهريا ذا سيم وعندهم نفس الريسبتورز، يبقى احنا اللي هندفع، احنا اللي غرمانين. لكن لو جبنا البكتيريوفيج ولقينا ان دي اصيبت اللي هي بتاعت المرضى بينما بتاعت مصدر الطعام لم تصاب هذه البكتيريا بالبكتيريوفيج، يبقى اذا احنا متاكدين ان العيانين دول ما جالهمش فود بويزنج من الفندق، يبقى هكذا تعقبنا مصدر العدوى. فهمتوا يعني ايه تريس ذا سورس اوف انفكشن؟ تمام؟ حد فاهم حاجه لحد دلوقتي؟ يبقى ذيز ار ذا يوزز اوف بكتيريوفيجز. طيب احنا كده لسه ما خلصتش، احنا كده اتكلمنا على البكتيريوفيجز. في حد فاهم حاجه لحد دلوقتي؟ تمام. افتح معاكم حته صغنطوطه عشان محاضره الحد ما تبقاش تقيله، حته صغنطوطه خالص خدتوها في البايوكيمستري، خدتوها في ثانويه عامه، خدتوها من كنت في كاشو. بكتيريا جينيتكس، جين، واتس ا جين؟ الجين هو وحده الوراثه، هو القص اللي شايل معلومات هتترجم الى بروتينز وانزيمز وبروبرتيز. طب يبقى اي شيء في الدنيا بتاع البكتيريا بتاع الفيروس بتاع اي انيمال هو يتسم بنفس الصفات. بس انا باسم المايكروبيولوجي عايزه اعرف البكتيريا جي ان اي عامله ازاي. فده سؤال بيجي نظري مهم جدا وممكن يتسال، نظري مهم شورت وممكن يتسال ام سي كيو. يقول لك ايه؟ يقول لك واتس ذا بكتيريال جينوم؟ البكتيريال جينوم، بص السطر المعقد ده، يقول لك البكتيريال جينوم از ذا توتال سيت اوف جينز، اجمالي الجينات اللي موجوده في البكتيريا. ايه يا عم الكلام ده؟ ما تقول له كروموسوم وخلاص. البكتيريا مش بيبقى جواها بس كروموسوم، وانتوا لسه شاهدين على هذا. مش البكتيريا ممكن يكون جواها ايه؟ بكتيريوفيج، تمبرت فيج. يبقى من هنا لو جالك السؤال قول لي يعني ايه بكتيريا جينوم، ما تقولوش كروموسوم ونقطه. لا، البكتيريا الجينوم اهو ينقسم الى الكروموسوم على راسنا من فوق ده الملك، وكمان عندنا اكسترا كروموسومال جينز، يعني جينات موجوده في البكتيريا بس مش كروموسومال. زي ايه؟ انتوا لسه واخدينه دلوقتي، ها؟ البكتيريوفيج دي ان ايه. Which bacteriophage am I talking about؟ اسمها ايه فاكرين؟ البروفيج او التمبريت فيج. كمان هناخد الاثنين دول يوم الاحد الجاي ان شاء الله، بلاش نشوف نسميهم ايه عشان ما نتخبطش. طيب تعالوا نبصر عن البكتيريا الكروموسوم. والله يا بنتي مخافه. ايه؟ انا بس بدات 5 دقايق اخطر، انا ما بعرفش حاجه. النقصة عن البكتيريا الكروموسوم، البكتيريا الكروموسوم يا دكاترة is one، سبحان الله just one. كل البلاوي اللي هتعملها وعندك لسه السنة دي وبنتكلم على one، شوف احنا 23 ولا multiply by 2 وهم one كروموسوم. It's only one single circular double stranded كروموسوم. بتبقى سوبر كويلد، بص سوبر كويلد ازاي؟ ملولوه ازاي؟ وبتبقى ماسكه، خدتوها دي ماسكه في السيتوبلازميك ميمبرين بايه؟ مين فاكر؟ بالميزوزومز. تلعب دور مهم لما بيبتدوا يعملوا ديفيجن. قايلين برافو عليك. ولان العلماء اتخبطوا، خدوا الكلام ده، العلماء اتخبطوا، يا عم فين النوكليار ميمبرين؟ ها؟ مفيش. فانكسفوا. هيقولوا ايه؟ هيقولوا الكروموسوم مرمي في الخليه، يقولوا ايه؟ نيوكليويد على استكيال. لا هي مش موجوده في النيوكليس، هي نيوكليويد. خلاص احنا فاهمين ان انتوا مكسوفين انها قاعده كده، مش فاهم؟ اورايت، يبقى دي البكتيريا الكروموسوم. مكونه من ايه؟ ذا بايو كيمستري 100% انا ما بجيبش كتير من عندي. مكونه من ايه؟ او ثانويه عامه. Alternating، هي دي اللي هي على ظهر الارض هي كلها. Alternating فوسفيت اند شوجر، فوسفيت اند شوجر رايح جاي رايح جاي، وماسك الشوجر ايه؟ مين حافظ؟ النيتروجينس بوند ان الهيدروجين، الهيدروجين بوند ماسكه مين؟ نيتروجينس بيزز، سواء كنا بنتكلم على الادينين والثايمين والجوانين.
المصنفين ماسكين ببعض، صح الكلام؟ طيب لما بتيجي تعمل ديفيجن بتعمل ديفيجن ازاي؟ سيمي كونسرفاتيف. يعني ايه سيمي كونسرفاتيف؟ يعني تنفع